مرحبا بكم. في هذا الشرح غادي نتكلموا على قواعد البيانات ماناجي في الكلاود ديجيتال اوشن. نجيو هنا للداتابيس، تعطينا 4 ديال قواعد البيانات ماناجي، يعني الكلاود بروفايدر هو اللي تيتكلف بلا جيستيون ديال هاد لي باز دو دوني، وتعطينا فقط لي زاكسي ولو ديزاكسي، يعني اليوزر نيم، مود باس، ولا سيرتيفيكا. نختارو الداتا سنتر فين بغيناها تكون، مثلا هذا اف ار ا واحد. نختارو الباز دو دوني ماي اس كيو ال فيرسيون 8، وهنا لا تاي ديال لانستانس، بروسيسور واحد في سي بي يو، 1 جيجا لا رام، 10 جيجا اس اس دي. فقط خصكم تفهموا واحد المسألة على هاد لي باز دو دوني ماناجي. إذا جينا للديجيتال اوشن مرة أخرى، كليكينا على دروبليت، الثمن هنا هو 15 دولار في الشهر. تعطينا كما قلت لكم واحد بروسيسور، 1 جيجا لا رام، 10 جيجا اس اس دي. اقرب دروبليت هنا هي هذه ديال 14 دولار في الشهر، تعطينا 50 جيجا ان في مي اس اس دي، يعني ديسك دير حسن من هذا و 5 فوا بلو كرون. ولكن الدروبليت خصكم نتوما تانستاليو لا باز دو دوني وديرو لا جيستيون ولا سيكوريتي ديالها ولي بارامتر اكسيتيرا. بينما هنا في لي باز دو دوني ماناجي، الكلاود بروفايدر هو تيتكلف بلا جيستيون، يعني هاد الثمن داخله فيه حتى لا جيستيون تاع الباز دو دوني والباك اب. اوكي، تختاروا لانستانس اللي بغيتو، مثلا الا بغيتو شي طاي كبر من هادي، تديروا ان دوموند سبيسيال هنا كما تلاحظوا راه كاينين دي باز دو دوني كبار، يعني لا رام ولي بروسيسور. الا كنتو محتاجين دي باز دو دوني لي سكاليو، هادي كل واحد غيمشي على حساب لي بيزوان ديالو. هاد الشرح غادي نختار 15 دولار في الشهر، وغادي نكليكي على كرييت داتا باز كلاستر. هنا غيعطيني اليوزر نيم والباسورد، الهوست، البور، باز دوني الى اخره. نجي هنا لهاد بيفر. بيفر هو واحد الكليون اوبن سورس ديال جيستيون لي باز دو دوني، تقدروا ديروا بي اش بي ماي ادمين ولا اوتر. المهم هنا باش نتيستي، وانا راه غنجرب هاد بيفر. البيفر تقدروا تيليشارجيو من الموقع الرسمي ديال بيفر، هو هذا. غديرو داونلود ويندوز، لينكس، ماك. لينكس راه كاين دو باكاج دو بيان ولا ار بي ام. غنجيو لهنا البيفر، غنديرو نيو داتابيس كونيكشن ماي اس كيو ال، غنجيو هنا الهوست، هوست نيم هنا، البور هنا، باز دو دوني هي ديفولت دي بي، اليوزر نيم هو دو ادمين، ومود باس هو هذا. نجيو هنا الاس اس ال، ندير يوز اس اس ال، تيليشارجي هاد بلاتي مسحهم،
تيليشارجمون، تيليشارجي هاد لا سيرتيفيكا دوتوريتي. فوالا غنسميها ماي اس كيو ال دي سي مانجد بوان سي ار تي. نعطيه الشومان، عفوا نعطيه الشومان ديال لا سيرتيفيكا دوتوريتي. يعني هادو هما لي بارامتر لي خصكم تعطيو للديفلوبور، خصكم تعطيو هاد لا سيرتيفيكا. والهوست، البور، لو نون تاع لا باز دو دوني، واليوزر نيم والباسورد. مازال ما كملاتش لا باز دو دوني، مازال ما ديماراتش، تسناوها واحد شويه. ناتوندون، هاهي كملات. اوكي غندير فينيش. اوكي هاو تكونيكتا معاها. نكريو اون اوتر باز دوني على سبيل المثال، مثلا وورد بريس كليون ا. هاهي كريا لا باز دو دوني. تكريو اون طابل ولا المهم، ولا دامبي وهاد لا باز دو دوني من هنا من بيفر. حنا تيهمنا في هاد التوتوريال هو كيفاش تكري هاد لي باز دو دوني ماناجد. هما راه غاليين مقارنة مع اون دروبليتس، ولكن دروبليتس خصكم نتوما تانستاليو وديروا لا جيستيون تاع لا باز دو دوني. يعني بالنسبه لاون ستارت اب اللي الكلاود والاي تي ماشي هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالها، من الاحسن يخدموا بهاد لي باز دو دوني ماناجي، ما فيهمش مشاكل. ديروا شي اكزامبل اخر، ديروا بوست غريس هاد المره. نجيو هنا البيفر، نوفيل كونيكسيون، بوست غريس. مود باس بور هادو هما المعلومات اللي خصكم تعطيو لادمينستراتور ولا الديفلوبر اللي غاي كونفيغوري في لونفيرونمون ديالو. نجي هنا لاس اس ال، نقول ليه يوز اس اس ال. شومان لا سيرتيفيكا خصني نتيليشارجيها، افونسا خصني نسوبريمي هاديك القديمة مكيناش. غادي نسميها بوست غريس ديجيتال اوشن مانجر بوان سي ار تي. ندير ليها موف. اوكي وهادي مسألة مزيانة، يعني تتكلف بلا اس اس ال،
باز الدوني تاخد لينا 10 دقائق باش نكونفيكيريوها، في حين ان كون بغينا نديروها سو ان دروبليت غتاخد لينا اوما 1 ساعة تاع الوقت باش ندبلويوها ونموديفيو لي زوبسيون تاع الموتور دو باز الدوني، نديفينيو الكاش، نديفينيو شحال من كونيكسيون تتسبورتي الى اخره. فوالا احنا اجوتيناها، سوفي نكليكيو اوكي. جوبونس مازال ما ديماراتش. و تيعطينا حتى اللوغو، مازال ما ديماراتش. هنا انسايت تاع الباز دوني، تلاحظوا راه مازال ما كاين والو. راه نشوفوا هذيك ماي اس كيو اللي ديجا كريي. فوالا يوزر اند داتابيز. هادي هي اللي كريينا بيفر اللي عقلتو. نديرو مثلا نسميوها ريستا شوب كليون جينا لهنا درنا ريفريش، ها هي تزاد بريستا شوب كليون. هنا لي زادريس اي بي تاع الكليون، لي روكيت لوغ دا لوغ تاع ماي اس كيو ال راه معروف. نقدر ايديتيو هاد البلان، يعني دوزو من واحد لانستونس وحدة اخرى كبر منها، يعني تتخلي تتحافظ على نفس الباز دوني نفس الكونفيغوراسيون، تديرو الترقية ديال هاد الباز دوني. هنا مونيتورين، يعني واحد الانسايت، هادو البيك ديتيليزاسيون تاع السي بي يو لود الى اخره. نرجعو لهاديك بوست جريس، غتكون ديمارات اوكي. مرة اخرى اوكي، هذا غلط ديال لا كونفيغ. ايديت كونيكشن اليوزر هو الدي او ادمين، حيت باغ ديفو تيكون بوست جريس. نو اتون اتون، باز دوني هي ديفولت دي بي. فوالا اوكي، ها هو بيفر اقدر اكسيدي ليها بالاس اس ال. سميوها سميوها بي اش بي 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 كليون واحد اوكي. سوا ديفولت ها هو كريا اون اوتر باز دو دوني، وراه غادي يطلع عندنا هنا. فوالا هاد الشرح فهو سهل جدا، يعني كيفاش تكريو دي باز دو دوني ماناجي في ان كلاود. جوست تكليكي تديفيني اش من انستانس اللي بغيتي، و تدير كوبي كولي لا كونفيغ في الكليون اللي غتخدم به. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الشرح، وشكرا.